حسب المجموعة ذاتها سيحاول المنتخب المالي الظفر بنقاط الفوز عندما يقابل النيجر قبل مواجهة غانا في الجولة القادمة. وكان المنتخب المغربي قد افتتح مشاركته 15 في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل السلبي أمام أنغولا ضمن منافسات المجموعة الأولى. بعد هذا التعادل سيقابل أسود الأطلس منتخب الرأس الأخضر في المواجهة الثانية. بعد أن تغلب عليه في ذهاب ربع نهائي كأس الملك يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في المستايا في قمة الجولة 20 من الليغا. وفيما يسعى يوفنتوس على الصدارة بفوز على ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف دون رد في الجولة 21 من الدوري الإيطالي. الفرنسي التقى أولمبيك مارسيليا إلى المركز الثاني مؤقتا بعدما نجح في قلب تأخره أمام مونبلييه بهدفين إلى فوز بثلاثة لحساب الجولة 21 من الدوري الفرنسي. أصحاب الأرض اليوم بمواجهة نارية في ثمن نهائي بطولة العالم ستجمعه بالمنتخب الدنماركي بطل أوروبا ومتصدر المجموعة الثانية. بطولة أستراليا المفتوحة للتنس حيث فجرت الروسية يكاترينا ماكاروفا مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها المصنفة الخامسة في البطولة الألمانية أنجليك كيربر من البطولة. بسرعة بدأ بطل العالم الفرنسي سيباستيان لوب موسمه بقوة عندما توج برالي مونتي كارلو. لوب أكد زعامته ختاما أذكركم بأبرز عناوين النشر. متابعة البث المباشر لنشراتنا وبرامجنا يمكنكم زيارة الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت الجزيرة سبورت. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. البداية من الدوري الإيطالي حيث خسر نابولي نقطتين ثمينتين بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيف فيورنتينا وذلك لحساب الجولة 21 من الكالتشيو ومن خطأ فادح لحساب. وكان يوفنتوس قد حافظ على الصدارة بفوز على ضيف أودينيزي بأربعة أهداف دون رد. ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني حقق أوساسونا فوزه الأول بعد تعادلين وثلاث خسارات وذلك على حساب ضيف ديبورتيفو لا كورونيا بهدفين لواحد. وكان ريال سوسيداد قد أوقف سلسلة انتصارات برشلونة وفاز عليه بثلاثة أهداف لاثنين. ليونيل ميسي منافسات اليوم الثاني من بطولة أمم أفريقيا تفتتح غانا والكونغو الديمقراطية مباريات المجموعة الثانية. غانا المرشح حساب المجموعة ذاتها يحاول المنتخب المالي الظفر بنقاط الفوز عندما يقابل النيجر قبل مواجهة غانا في الجولة القادمة. كان المنتخب المغربي قد تعادل مع نظيره الأنجولي بدون أهداف على ملعب ساكر سيتي ضمن منافسات المجموعة الأولى بالرغم من البداية. في الدوري الإسباني لكرة السلة فاز ريال مدريد على أونيكاخا ملقا ب 91 نقطة ل 67. الريال فرض سيطرة في عالم سرعة. بدأ بطل العالم الفرنسي سيباستيان لوب موسمه بقوة عندما توج برالي مونتي كارلو. لوب أكد زعامته. نهاية الموجز في أمان الله.